غاذون يا صاحبي ولا غاذون يعملوا فيهم الشر هذا ماكش قاعد تشوف شنو صاير والله شيء سخف باللي باش نحكي شيء عايش خويا الغالي ربي تستر والله يسخفوا راس خويا الغالي يسخف مش معقول مش معقول هلا ببليك سافا بالليل لاحظتوا كيفي في المسلسل التوانسة كيفاش قاعدين يعالجوا في قضية تعنيف المرأة ما لا معالجة أما مريم بن حسين اللي مخلطش على تيكل في كف يقول زرستها توجع عندك حق ظروف فهمناه الكف يوجع سي بون فهمناه انت حتى احنا رجال مش لاقيين الخير في بعضنا بالله فين علامتها في الشابون يا معلم تصور يخسر هذا ما يغور على الصندوق بالسيف مسكين عاطف تحسوا عاش طفولة صعيبة في صغره ما ينجمش يتحاور مع العباد في تشجيع الشبان على العمل 6750 دينار 6750 لشراء آلات ماكينات مستلزمات الكل المعمل العملي العمل يا بابا راهي هذيك مسألة حسابية ما تتحفظش أنا قلت له يحفظها معناتها يحفظها تعرف خير مني كنترول في الحساب أنا ها؟ تعال شكون قرا هذا؟ ونا نور الدين يوسف بالشيخ عاطف بن حسين اوكي نبداو بالمسألة ناخذوا منقلة وكومبا يملك سامي ذيعة مساحته ضعف ثلثي مساحة الضيعة المجاورة مع العلم أن الضيعة المجاورة لا أحد يعرف مساحتها السؤال ما هي سرعة الفهد في حالة فرار من الرضيع؟ الحق الحق أبار العنف الواحد كي تفرش في نعورة الهواء يعمل ضحك تقاس من نفيسة وكمبي الكرة بسيسة ميني يزيد شتاو انت مش على توا المسلسلات مالو مش عليهم ابكي على السيت كوم ما فهمتش ليش ليه يصلحوا سبيكتر دالي كول سكول هو من كافي اوكي انا سبكتر دالي نخليك تتكلم الزلزال الحقيقي انما هو بحيث انا جينا سيدي واش تحب هيا سيدي انما هو بحيث انا جينا واش تحب جينا نحنا جينا ولا مشينا هيه يا العين يا اخي نحنا صايين جينا هي هلا ويش قال الراجل جينا مشينا جينا كل مشينا حومين شو الزهر البارح تحت بسيت كوم في عائلة النهدي الكل ايه حتى انا قديش عندي عاد فدليك الزمني اسمي رفيق بودورو اللقب نتاعك بودورو اي نعم وعندي 3 اشرطة في السوق اما سوق سيديه سوق اللفه سوق الجمله ها حدد لي بالضبط لا سوق وين فما الحوانت اللي يبيعوا فيهم الكاساتات ايش بيك في الحاله هذه انت اشكون فرشك وعندك ضربه من هنا لهنا اي سيدي اي شوف سيدي انا فنان مشهور
وعندي خنية ضاربة ياسر بالسوق. ضاربة هذه معناتها فيها خليف ضرب ومضروب، معناتها هذه تستدعي محضر. كاس كسلو يرجع لسلو، اليوم الخطبة وغدوة عرسو. كاس ايه يا حسن بوي اوكيتي ايه عتفد ليك الزمنة يا حسرة. أشو وضعك هو وضعك هو.